يحل عليه عذاب مقيم. اصبر على قيد الحسود فان صغرك قاتله، فلا تاكل بعضه ان لم تجد ما تاكله. كل الذين يحاولون ان يقضوا على الاسلام انهم في احلام زائفة، هل تستطيعون ان تمنعوا الهواء؟ الاسلام كالهواء، لا حياة بدون الهواء. هل تستطيعون ان تمنعوا امواج البحار ان تتدفق؟ الاسلام كالبحار يغسل وجه الارض من ارجاسها وادياسها وانجاسها. قل للذين يهددون ويوعدون ويتوعدون، اتهددون الروح الصحراء؟ اتهددون الملك الجبار؟ تهددون من لا يغفل ولا ينام؟ استريحوا استريحوا، هونوا على انفسكم، هونوا على انفسكم. فالاسلام لا يستمد قوته لا من برجليك ولا من رجال، لا يستمد قوته من برجليك ولا من رجال، انما يستمد قوته من الروح الديار. إذا لا داعي إلى التهديد ولا داعي إلى الوعيد. فكروا في حل مشاكل المسلمين. قضيتم حياتكم تفكرون كيف تقضون على الإسلام، فما ازداد الإسلام إلا قوة وإلا عظمة، ما ازداد الإسلام إلا رفعة وإلا كبرياء. انه دين رافع السماوات الى عرش